مساء الخير يا دكتور صبحي، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير سنة واستقرار. وانت طيبه وكل مصر طيبه وكل فرد في القوات المسلحه سواء كان في داخل القوات المسلحه او خارج القوات المسلحه بخير، وان شاء الله نعيش ونحتفل ب 48 سنه و50 سنه جايين بانتصارات اكتوبر ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. طبعا في البدايه انا عايز اشكر حضرتك انك هتمدنا بكل المعلومات والارقام والبيانات اللي هنعرضها قدام حضراتكم على الشاشه علشان نشوف بالفعل حجم الجهد والمشروعات اللي شغاله عليها الدوله المصريه. لكن في البدايه خلينا نتكلم عن الرؤية، العنوان الأهم والأشمل، إزاي الدولة اتحركت بالنسبة لتنمية سيناء في أي مجالات وفي أي محاور كان التركيز؟ أستاذة لبنى، خلينا ناخد يعني من آخر كلام الرئيس حوالين إن احنا اتأخرنا 30 سنة عن تنمية سيناء، وده أنا دايما بسميه إنها الفريضة اللي كانت غائبة لمدة 30 سنة، إنك تستكمل الانتصار اللي حضراتكم النهاردة في تغطية رائعة للحياة عبر الخمس ساعات اللي فاتوا تقريبا، بتتكلموا على العبور واللي تم فيه والملحمه اللي تمت. هذه الملحمه لم تتم علشان تترك سيناء، كان المستهدف اساسا انه هتتم تنميه سيناء لانها رجعت الى احضان الدوله المصريه باعتبارها جزء عزيز طبعًا. زي ما دايما الرئيس بياكد، وده حقيقي في الاصل، يعني انها جزء من هذه الارض المصريه، ومن ثم كان يجب ان كل جهود التنميه اللي بتتم في مصر على تواضعها او على كبرها انها تطال شبه جزيرة سيناء، ولكن هذا لم يحدث. بالمناسبة يمكن كتير ما يعرفوش انه شبه جزيرة سيناء، محافظة جنوب سيناء وشمال سيناء يا استاذة لبنى، دول 6% من مساحة مصر. احنا بنتكلم على 60,000 كيلومتر مربع، ده تقريبا 60% من مساحة سنغافورة. يعني انت ما بتتكلم على تنمية سيناء، انت بتتكلم على دولة نص او اكتر من نص مساحة سنغافورة. ده مش وضع صغير ولا صحيح. ولا مهمة سهلة، انما هذه المهمة غابت، وده اللي خلى الرئيس يقول ان احنا في خلال الثلاث اربع سنين، الخمس ست سنين اللي احنا موجودين فيهم، السبع ثمان سنين اللي موجودين فيهم، نقدر نعوض اللي فقدته سيناء خلال الثلاثين سنة. والرؤية دي قايمة على، في الحقيقة يعني بسرعة كده، على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية اللي تبناها منذ عام 2014. تفكير علمي منظم، رؤية استراتيجية بالزبط. تخطيط وتنظيم علشان بالفعل نشتغل صح. صحيح، وده قائم بالأساس على الرؤية إن مصر دي كلها واحدة واحدة، ولابد أن يتم فيها موضوع التنمية بشكل متوازي. عشان كده حضرتك تلاحظي إن الرئيس أو الدولة المصرية بتشتغل في الصعيد، بتشتغل لحد مطروح، بتشتغل في أسوان، بتشتغل في النوبة، بتشتغل في الوادي الجديد، بتشتغل في سيناء. كل ده على بالتوازي. نفس المحاور وبالتوازي وفي كل القضايا. والرئيس أكتر مرة يقول مفيش قضية سيبناها، كل المجالات هنروح لها. الأمر الثاني اللي برضو منطلق منه رؤية الرئيس عشان الناس تفهم ليه سيناء، إنه التنمية في مصر، الرئيس رافع شعار والدولة رافعة شعار إن التنمية حق من حقوق الإنسان. والإنسان في سيناء زيه زي الإنسان في القاهرة، زي في الصعيد، زي في مطروح، زي في اسكندرية. لابد أن تطال هذه التنمية كل المواطنين المصريين اللي بالغين النهارده في حدود ال 103 مليون. المهم انه سيناء غابت كتير، كان لازم تكون جزء من مشروع التنميه الكبير اللي بيتم في مصر واللي كتير طبعا بيرصدوه، حتى كل المؤسسات الدوليه بتاكد على انه التجربه المصريه في التنميه هي تجربه في الحقيقه غير مسبوقه. بس الغياب الكتير ده يا دكتور صبحي خلانا واحنا هنعرض الكلام ده قدام حضراتكم بنجري، يعني عايزين نلحق اللي فاتنا وعايزين نسابق الزمن الحقيقه من خلال الميزانيه اللي تم رصدها واكثر من محور شغالين فيه. لما نتكلم على محاور استراتيجيه تنميه سيناء، اول محور دكتور صبحي خمس محاور. ايوه اتفضل. هم خمس محاور الدوله بتشتغل عليهم، وفي الحقيقه هي دي يعني خلينا نقول عليها الاعمده الاساسيه لمشروع التنميه اللي بيتم في مصر واللي سيناء جزء منه. اول محور كان شغال عليه مد جسور التنميه. جسور التنميه دي ان انت لا يمكن انك تنمي سيناء بينما هي معزولة أو شبه معزولة حتى في المخيلة المصرية، كما لو كانت سيناء دي جزء تاني بعيد عننا. لما بتعمل أنت خمس ست أنفاق غير الكباري، معناها أنك جلبت أو أتيت بسيناء إلى الوادي، إلى الدلتا. سيناء ما بقتش بعيدة وما بقاش بيفصلها أي حواجز. طب خلينا ندخل في أول محور ونرجع لباقي الأربع محاور حضرتك تشرحهم، لكن مد جسور التنمية إزاي ده تم؟ خلينا نشوف ده من خلال الإنفوجراف أو الصورة اللي بعد كده من الكباري والأنفاق وكل الكلام ده. يعني قبل ما هنروح ده كمان يا استاذه لبنى، عايز اقول لحضرتك انه عشان ننمي سينا كان في جهاز اتعمل اسمه جهاز تعمير سينا، وجهاز تعمير سينا ده تابع لوزاره الاسكان او تابع بالتحديد للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزاره الإسكان. هذا الجهاز انشئ سنه 75. في الحقيقه كانت مهمته ان هو يركز في المشروعات الخاصه بسينا، انما حضرتك اهم رقم لازم الساده المشاهدين يلتفتوا ليه انه هذا الجهاز أنفق عبر السنين بتاعته لحد سنة 2014 تقريبا في حدود 400 مليار جنيه على المشروعات اللي عملها في سيناء. خلي بال حضرتك لما نقول 400 مليار خلال ال 30 سنة أو ال 32 سنة تقريبا، احنا رصدين دلوقتي 700 مليار
خلي بالك الارقام دي دايما تبقى في ذهن المشاهدين عشان نعمل المقارنه، وده اللي ياكد لك ليه الرئيس بيقول احنا هنعوض اللي تم اللي ما تمش في ال 30 سنه تاني لغايه 2014 400 مليار. 400 مليار احنا بنتكلم في الست سبع سنين او في المشروع القومي لتنميه سيناء مرصود له على الاقل 700 مليار جنيه، واحتمال كمان طبعا قابلين للزياده واشياء من هذا القبيل. تمام. دي كانت الجهود اللي عملها جهاز تعمير سينا في الحقيقه خلال ال 30 40 سنه اللي فاتوا. أيوة. حتى لما نشوف بص على الطرق هتلاقي حضرتك ان اتعمل حوالي 2150 كيلومتر اطوال، احنا دلوقتي في خمس ست سنين دول عاملين 2500 كيلومتر اطوال موجوده في سينا. ده يقول لك ليه احنا هنقدر نعوض الكلام في خلال 30 سنه. ما كانش ده بس هو الاساس في الموضوع انك تنمي سينا وتهتم بيها وتضخ كمان في جهاز تعمير سينا انك تعمل له موازنه كويسه وتضخ فيه فلوس غير الفلوس اللي جايه كمان بعيد عن هذا الجهاز. لما تشوف حضرتك موازنه الجهاز الوطني لتنميه سينا في 2012 2013 كنا بنتكلم في 2 مليون جنيه كل الميزانيه المرصوده يعني لهذا يعني الموضوع، ثم بنبدا نتصاعد على الرسم البياني موضح ل 35 مليون. وده جهاز مش هو المسؤول عن كل الشغل اللي بيتعمل في سينا، انما على الاقل انت يعني زي ما بيقولوا ايه بسيت فيه روح اضافيه من 2 مليون في 2013 ل 35 مليون الموازنه اللي بيشتغل فيها. مش بس كده، كمان عندك الاداه التنفيذيه الاخرى وهم المحافظات. ميزانيه المحافظات لما تبص حضرتك على ميزانيه المحافظتين هتلاقيها تصاعدت بشكل واضح جدا، تكاد تكون اكثر من انها تضاعفت. لما نبص ل 2010 2009 2010 احنا كنا بنتكلم انه في محافظه جنوب سيناء كنا بنتكلم في حوالي 260 مليون جنيه كانت ميزانيه المحافظه، احنا بنتكلم النهارده على مليار وربع تقريبا. لما تبص على سيناء شمال سيناء نفس الكلام، كانت حوالي 690 مليون جنيه، احنا بنتكلم النهارده في 2.6 مليار جنيه ميزانيه المحافظه، تصاعد واضح زي ما حضرتك. ناكد احنا قلنا الميزانيه بتاعه الجهاز المركزي لتنميه سيناء واتضاعفت من 2 مليون لحاجه و30 35 صحيح. والموازنه المحافظتين شمال وجنوب سيناء، ده غير بقى مشروعات الهيئه الهندسيه ونصيب كل وزاره وميزانيتها اللي داخله في مشروعات سيناء. انما في الشكل ده بقى كمان عاوز الفت النظر لحاجه مهمه جدا، انه عبر 30 سنه ايا كان تقييمنا للتنميه اللي تمت في سيناء كانت صغيره او كبيره ايا كان الموضوع، انما كانت شبه منحصره في محافظة جنوب سيناء، كانت سيناء هي محافظة جنوب سيناء. صحيح. علشان كده حضرتك هتلاقي معظم الشغل اللي بيتعمل في شمال سيناء الميزانية بتتضاعف أكتر في شمال سيناء، لأن جوه شبه جزيرة سيناء أيضا شمال سيناء تبدو مظلومة مقارنة بجنوب سيناء، لأن كان التركيز أكتر سياح. على جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة وأشياء من هذا القبيل. إحنا النهاردة بنعدل أو بنصحح هذا الخطأ إنك ترجع تاني لمحافظة شمال سيناء عشان تاخد نصيبها من التنمية. ده المحور الأول بالنسبة للخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء اللي هو مد جسور التنمية لربط سيناء بالدلتا. حضرتك قلت لازم نوصل لها في البداية عشان نعمل المشاريع والشغل. بالظبط كده، إحنا عشان كده بنتكلم على خمس أنفاق في شيء غير مسبوق إنك تعمل هذا الموضوع، وإن فعلا سيناء تبقى قريبة بالمعنى إن أي حد يقدر ياخد عربيته ويروح سيناء بسهولة. بتعمل خمس كباري عايمة، بتعمل هناك ثمان مواني بحرية، بتعمل ثلاث منافذ برية، في مشروع للقطار الكهربي السريع سخنة عالمين مطروح، أنت رابط مصر كلها تقريبا، إن حد من العالمين ومطروح في أقصى الغرب يقدر يروح لسيناء في أقصى الشرق بمنتهى السهولة. بدون ده وبدون ما تربط زي ما أقول لحضرتك جنوب سيناء وشمال سيناء بالدلتا، موضوع التنميه كان هيبقى صعب ومرهق جدا ومكلف جدا. ليه يا استاذه لبنى؟ لانه كان الهدف انك تودي او يبقى عايش في تعمرها بالبشر الاول كمان. صحيح. يبقوا 3 مليون مثلا او 3 مليون ونص. الحاصل ان احنا لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي هم 600 الف اللي موجودين في شمال وجنوب سيناء. والتركيز كله رغم ان التنميه غابت عن شمال سيناء، هتلاقي حضرتك انه حوالي 83% من سكان شبه جزيرة سيناء موجودين في شمال سيناء، بينما 18% فقط هم اللي موجودين في جنوب سيناء اللي هي خدت الجزء الأكبر من التنمية. يعني العدد الأكبر من السكان موجود في شمال سيناء ومش واخدين الحظ الأكبر من التنمية. الميزان كان معدوم، عشان كده ما كانش معدوم. هذا الوضع ده بيتصحح دلوقتي بالمشروعات اللي بتتم في شمال سيناء، بالميزانيات اللي مرصودة لشمال سيناء، لأنه التحدي أكبر أيضا في شمال سيناء غير التحدي اللي موجود في جنوب سيناء، إنما الأساس فيه إنك فعلا تعالج الثغرات اللي كانت موجوده. وده جاي كمان من فكره المشروع القومي للتنميه. لما بتقول انا ههتم بالريف وتطلق المشروع العملاق والجبار لتنميه الريف المصري، انت بتقول وبتعترف ان الريف المصري تعرض الى ظلم كبير جدا خلال ال 30 زي تنميه الصعيد 60 سنه. فلابد ان احنا نعالج هذا الموضوع. لو رحنا للمحور الثاني وهو محور بقى البنيه التحتيه. والبنيه التحتيه ده يا استاذه لبنى هو ده المشروع الكبير طبعا اللي ماشي في مصر كلها، ما بين طرق وكباري ومستشفيات مدارس، كل ما يتم في مصر هو بيتم بصوره مصغره في شمال وجنوب سيناء ايضا ومدن القناه.
طب حضرتك بتتكلمي على الطرق، وانا قلت لحضرتك قبل كده ان اذا كنا بنتكلم على المشروع القومي مثلا للطرق بنتكلم في حدود 7000 كيلو متر، انت بتعمل في سينا او في مدن في سينا ومدن القناه بتعمل 2400 كيلو متر، 2500. انت بتتكلم على تلت المشروع القومي للطرق ده موجود في سينا وهذه المنطقه، بتتكلم على اهم طرق موجوده زي ما حضراتكم شايفين الساده المشاهدين انه في طريق النفق شرم الشيخ ده 340 كيلو، في محور 30 يوليو 210 كيلو، وده رابط عده محافظات ببعض. تاني انت بتعمل يا استاذه لبنى شرايين بتزود شرايين هذه المنطقه حتى عشان تسهل عليك موضوع التنميه، وما زال الشغل جاري في 500 كيلو متر تقريبا. نفس الكلام في مشروعات الصرف الصحي، عندك 32 مشروع لمياه الشرب تم تنفيذها بكام دول؟ 3.3 مليار جنيه، و59 مشروع للصرف الصحي، ولسه كمان حياه كريمه لو جه الوقت نتكلم عليها هتنقل الحياه هيبقى كمان نصيب اكبر في شمال وجنوب سيناء. تمام. ايضا احنا هنا لسه برضو خدمات البنيه التحتيه ايضا زي ما قلت لحضرتك المشروع اللي ماشي في مصر كلها كل ده موجود في سيناء. بنتكلم على الكهرباء مثلا، شوف حضرتك كده هذا الشكل اللي موجود، نسبه زياده عدد المشتركين اللي تم توصيل الكهرباء ليهم، هتلاقي حضرتك زياده بنسبه 30% زيادة كبيره جدا. انت بتتكلم على تلت الناس او تلت اللي كان موجود انت قدرت تزود هذه، ما كانش وصل لهم كهرباء، ما كانش وصل لهم كهرباء اديت لهم كهرباء. حتى الخدمات الحكوميه وميكانتها، ما في مشروع يا استاذ هنا بقى التحول الرقمي ان يبقى معمم في كل مصر، كل مصر. انا دايما باكد تاني على فكره ان كل ما يتم على مستوى القومي يتم بصوره مصغره طبقا للتناسب، عداله التنميه يا دكتور. بالظبط، هي عداله التنميه. وحاجات كتير يعني مش عاوزين نزعج الساده المشاهدين بيها، انما فعلا المشروعات الكهربائيه اللي الناس كلها حاسه بيها ايضا موجوده بنفس الطاقه وبنفس الجهد والانجاز موجود في شمال وجنوب سيناء. هنا طبعا بقى زي الغاز والمشروعات البتروليه زيها زي الغاز. انا اتكلم تاني على مشروعات البنيه التحتيه، هتشوفي حضرتك كده الغاز الطبيعي، فنلاقي انه نسبه الخطوط مثلا توصيل الغاز الطبيعي، شوف حضرتك احنا مضاعفينه تقريبا مرتين تقريبا او ثلاث مرات، 188% زياده عن اللي كان عن اللي كان موجود. محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ايضا زايده مره ونص، وهكذا كل الحاجات المتعلقه بالمشروعات البتروليه وبالغاز الطبيعي زي ما بيحصل في تاني على المستوى القومي ايضا بيحصل داخل شمال وجنوب سيناء. المنشات اللي تم توصيل الغاز ليها برضو زادت بنسبه 83%. صحيح. وحدات سكنيه اللي هي البيوت. صحيح. النص زاد 50% كل زياده، كل ده زياده. مستودعات التخزين في مجمع من اكبر هنا ده انا عايزه نشيل ده بقى نركز عليه، مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقه الاقتصاديه قناه السويس، وازاي يخدم برضو المنطقه. مليار دولار انت موجود هنا فيها، هنا جزء كمان تنميه صناعيه وانك بتخلق فرص عمل، لان التنميه زي ما الرئيس دايما يقول لازم تطول كل المستويات وكل القطاعات. انت بتعمل هناك اللي هو مجمع البحر الاحمر، وده في المنطقه الاقتصاديه اساسا، وده مشروع كبير جدا وفي الحقيقه هيخلق كتير جدا. وشايفه حضرتك القدره الانتاجيه بتاعته ده 2.7 مليون طن سنوي من المنتجات البتروكيماويه، وده مشروع حقيقي يمكن التعويل عليه في هذه المنطقه انه يحدث اللي أكثر. ساعدنا في امداد بقى الغاز الطبيعي للبيوت وللمنشات وللمصانع والكلام ده كله، تطور انتاج الغاز الطبيعي. هنا بقى نشوف القفزه اللي حصل. بالظبط، انت شوفي حضرتك في 2011 كنا بننتج حوالي او كان عندنا 6.1 مليار قدم مكعبه يوميا، احنا النهارده في 2020 واصلين ل 7.2، ده كله طبعا عن كل المشروعات المتعلقه بالغاز الطبيعي. النزول من 6.1 ل 3.4 وبعد كده الارتفاع مره ثانيه ل 7.2. احنا من هنا بنتكلم على 2012 حضرتك، ده كان يعني قمه الانهيار في كل حاجه. ايوه، حتى في هذا المستوى. انا عشان كده بركز عليه، عدم الاستقرار اوضاع سياسيه امنيه صعبه، فحصل طبعا بالظبط انهيار للنص تقريبا. بنطلع ثاني ل 7.2 واكثر كمان، اشهر حقل ظهر طبعا لما الناس تعرف اهميه حقل ظهر، ولسه كمان ما زالت الاكتشافات مستمره. انت ما كانش ممكن تعمل التغطيه اللي اشرنا ليها سواء على المستوى القومي او في سيناء بدون ما يبقى عندك هذا الكلام، سواء في الغاز الطبيعي او في الكهرباء، لان ما كانش ممكن توصل للمحطات ان انت تدورها من غير غاز. بالظبط. اللي بعدها بقى هنروح برضو لجزء مهم جدا جدا، الرعايه الصحيه، سواء التامين الصحي الشامل او طبيعه الخدمات والمبادرات الرئاسيه اللي تمت كمان في سيناء ومدن القناه. صحيح، وده اللي متعلق بحكايه بناء الانسان. انت تاني انا بقول كل الخدمات كان فيها مشاكل، عندك مشروع قومي ايضا على مستوى القومي للاهتمام بالصحه والتعليم في اطار استراتيجيه ورؤيه الرئيس اللي اطلقها في 2018 للاهتمام وبناء الانسان المصري، بتتكلم على الصحه وهنتكلم بعد كده عن التعليم. شوف حضرتك في توسع في
انشاء عملنا 8 مستشفيات جديده، 8 بدات، 18 تم تطويرهم في مجمع كبير جدا ومهم جدا، مجمع اضخم مجمع بشمال مصر، ده صحيح، طاقه اساسيه. في 57 مركز وحده صحيه تم انشائها، 71 مركز وحده صحيه تم تطويرها، كل المحاور منظومه التامين دي برضو هنا قفزه في مجال الصحه. صحيح، وطبعا منظومه التامين الصحي هي اصلا بادئه من مدن القناه، نتكلم على بورسعيد ثم على السويس، ثم في منظومه التامين الشامل الصحي الشامل بمحافظه جنوب سيناء، وتم الافتتاح طبعا في فبراير 21. كل هذه الخدمات، تاني باكد ان الخدمات اللي بتتم على مستوى قومي في مجال الصحه ايضا طالت سيناء بنفس المعدل. أيوة. تاني بقول بنفس المعدل، لانه النظره بتاعت ان سيناء منسيه ما بقتش موجوده. هنا طبعا برضو لسه في المنظومه الصحيه. صحيح. صحيح. هنا بقى بصينا برضو نوسع اكتر هنا على مدن القناه. بورسعيد طبعا كانت اول محافظه. صحيح. حصل فيها التطبيق التجريبي. صحيح. وبعدين الاسماعيليه هي عندنا، السويس، كله موجود، كلهم موجودين. وطبعا دي كانت المحافظات الاولانيه لو احنا بنتكلم على سيناء ومدن القناه. تاني باكد انه هذا المشروع يطال بس في حاجه برضو، ان الميزانيه ارتفعت عشان التامين الصحي الشامل، وكانت برضو فرصه مهمه ان احنا عملنا مستشفيات جديده وطورنا المستشفيات القائمه بالفعل. ما هو لانه ما كانش ممكن تعمل هذه الخدمه او قفزه في المجال الصحي بدون ما تعمل مستشفيات، وبدون ما تبقى مستشفيات على مستوى، لان كمان موضوع التامين الصحي يستلزم مستشفيات بمواصفات خاصه معينه. ده طبعا على المستوى القومي، وده بس شكل واحد يوضح ازاي احنا اتطورنا في ميزانيه من الصحه من 33 مليار ل 100 وحوالي 109 مليار، حوالي 109 مليار. ده اللي يسمح لك انك تعمل كل المشروعات وكل الاهتمام بمجال الصحه. ما كانش ده كله ممكن يتم بدون ما يبقى عندك هذا الانفاق على مجال الصحه، واللي انت لسه بتزود فيه طول الوقت. ده كله غير المبادرات الرئاسيه وغير كل الشغل اللي بيتم في وزاره الصحه، ده كله غير، يعني المبادرات الرئاسيه دي حاجه ثانيه خالص. طيب لسه في الخدمات المقدمه للمواطن، من الصحه للتعليم. التعليم ده برضو كل ده في اطار بناء الانسان وتقديم الرعايه المطلوبه ليه، والخدمات التعليميه هنتوجه ليها حالا دلوقتي. خدمات تعليميه متميزه لاهالي سيناء ومدن القناه. وهنا نوضح برضو الزياده في نسبه عدد المدارس والتطوير اللي حصل، والجامعات كمان الجديده اللي تم ادخالها. الجامعات ده بقى مهم جدا. طبعا المدارس وعدد الفصول كله في زياده، زياده واضحه جدا، ان انت بتعمل 33 تقريبا، يعني بتتكلم على تلت اللي كان موجود. انا وقفت عندي دي يا دكتور صبحي، ست مدارس يابانيه. صحيح. يعني كتير ما كانش عارف ان المدارس اليابانيه كمان موجوده في سيناء. صحيح. كل ده يعني ومدارس تكنولوجيا، نفس الرؤيه ان اللي بيتم على المستوى القومي يتم داخل سيناء. خلينا نتكلم مثلا على التعليم العالي، لانه الجامعات مهمه جدا. عندك اربع جامعات اهليه تم انشائها، وهذه الجامعات، وفي جامعه حكوميه وجامعه خاصه، بس خلينا نقف كده يا استاذه ربنا عند جامعه العريش. وجامعه العريش تاني انا بقول تاني هو انا علشان شمال سيناء، ان انت بقى عندك جامعه حكوميه موجوده في العريش، ده انجاز مهم جدا، ان يبقى عندك في سيناء او في محيط مدن القناه اربع جامعات اهليه، منهم واحده حكوميه كمان هي جامعه العريش. ده شيء مهم لاول مره، زي ما حضرتك شايفه كده، جامعه تكنولوجيه بيتم انشائها بشرق بورسعيد، ده في مدن القناه. انما تاني الاهتمام ويد التعليم العالي والتعليم العادي بتطال موضوع شمال وجنوب سيناء في اطار عام كده، هو موضوع مدن القناه. شوف حضرتك النسبه، حتى زيادة عدد الفصول، أنا بتكلم على زيادة عدد الفصول اللي سمح بزيادة عدد الطلبة اللي بيتعلموا، وده لما نقول طلبة بيتعلموا أكتر في مدارس حكومية يرجعنا القضية لو جالها وقت موضوع الوعي، وإنك طول الوقت بتخلق نفس الوعي. هنرجع لها بقى في جلستنا النقاشية بعد شوية، لكن اللي مكننا من مدارس وجامعات ومعاهد تكنولوجية وكل ده، إن ميزانية التعليم كمان هنشوف قفزت قفزة غير طبيعية. صحيح. من 64 في 2014 بتتكلم في 158 تقريبا، 158 مليار. ما زال يعني البيئه سواء في سيناء او في مصر ما زالت محتاجه، يعني انما هذا التطور تطور واضح جدا ومؤكد، ده هينعكس يا دكتور صبحي التعليمية. لما احنا بنقارن من 2014، امال قبل 2014 كانت الميزانيه ايه؟ طبعا كان اقل من كده. كان اقل من كده بكتير. بس يعني بما يسمح به الوقت ان احنا نعمل ده، انما معلش احنا بنقول في 6-7 سنين. صحيح. عملنا ايه؟ كان واضح جدا. طيب هنا بقى واحنا بنتكلم على بناء الوعي ومعركة الوعي، مش بس التعليم لكن كمان الأنشطة الثقافية والرياضية وكل الكلام ده في محور بناء الإنسان بشكل عام، وكمان الحماية الاجتماعية ده محور مهم يمكن بيشمل كل اللي بنتكلم فيه. اتفضل يا دكتور. صحيح. الحماية الاجتماعية تاني وموضوع الدعم وموضوع الوضع الثقافي والرياضي،
تاني احنا جايبين ده مجرد امثله على ما يتم، ان كل تاني اللي بيتم على المستوى القومي لازم يتم في شمال وجنوب سيناء. ناخد الحمايه الاجتماعيه، هتتكلم على الدعم، انت بتتكلم على 1.25 مليار جنيه تكلفه الدعم لوجه المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه مثلا. انت تكافل وكرامه موجوده هناك، الاستفاده من حكايه صرف نقاط الخبز موجود هناك، البطاقات التومينيه زادت بشكل واضح جدا، الخدمات المتكامله كله كله 21 زي ما حضرتك شايفه كده مليون بطاقه تقريبا تم تخصيصها لذوي الاعاقه حتى سبتمبر. احنا بنتكلم هنا في وضع للحمايه الاجتماعيه، ان مظله الحمايه الاجتماعيه تطال ايضا مدن سيناء، او يعني محافظتين شمال وجنوب سيناء ومدن القناه بشكل عام. الثقافه ايضا والرياضه كان لازم تكون موجوده هناك. ليه تاني؟ لان احنا بنتكلم على التنميه زي ما حضرتك سميتها التنميه المتكامله، ان كل حاجه لازم تكون موجوده. بنتكلم على ان في 4 استادات في مدن القناه تم تطويرها، عندنا السويس وبورسعيد واسماعيليه والطور بجنوب سيناء، وده يعني ما حصلش قبل كده ان يبقى عندنا 4 استادات بشكل محترم في هذه. انا يهمني كمان غير الاستادات مراكز الشباب، الحاجات الصغيره بقى انها تخدم برضو احنا بنتكلم في 290 مركز شباب وانديه هناك تم تطويرها طول الوقت، واتنين نادي رياضي تم تطويرهم. انت شغال على كل ما اللي موجود في وزاره الشباب، وده جهد على فكره. يعني خلينا اكد تاني انه كل الجهود دي بتتم تحت زي ما بيقولوا تحدي واضح جدا موجود في هذه المنطقه. أكيد. تحدي التنميه، والرئيس دايما بيقول ده مش هيوقف، ده اللي بيحصل في سيناء لا يمكن كان يوقفنا على هذا الموضوع. انا عايزه نشرح ده بقى كده تفصيلا شويه عشان نقول بقى كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ازاي تمكنا من عمله على الارض بالزياده والنسب والارقام اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم على الشاشه. لان ده على المستوى القومي تاني زي ما بقول لحضرتك انه ما كانش ممكن نعمل ده الا برضه انت بتعمله على المستوى القومي. خلينا نبص كده على الفرق ما بين 13 وبين 2020، احنا كنا بنعمل ايه في موضوع الحمايه الاجتماعيه بشكل يعني بسيط جدا. شوف حضرتك كده لو احنا بنتكلم مثلا في دعم السلع التموينيه قيمه الدعم ازاي زاد، انت بتتكلم في 2013 كنا بنتكلم على 36 مليار، احنا بنتكلم دلوقتي في حدود ال 90 مليار. ده يسمح لك انك تعمل الطفره ده في انك تقدم شبكه من الحمايه الاجتماعيه تضمن للمواطنين على الاقل حد مقبول من الحياه. في التامين الصحي حتى وحكايه علاج غير القادرين على نفقه الدوله، انت كنت بتتكلم على 8 من 10 مليار، بتتكلم دلوقتي على 10 مليار. هنا شايفه حضرتك ما وصلتش ل 1 مليار. صحيح. ما كنتش 1 مليار اصلا. بالظبط كده. الفرق بقيت 10 مليار. الفرق في الملف الطبي. معاش الضمان الاجتماعي انت كنت بتتكلم على حوالي 5، دلوقتي بتتكلم على حوالي 19 مليار وهكذا في كل والمعاشات 29 بقت 82 مليار. وفي مجالات اخرى. اللي انا عايز اقوله من هذا الشكل ان مخصصات الحمايه الاجتماعيه بكل تاكيد زادت بشكل واضح جدا بحيث تقدر تمد هذه الشبكه لكل المواطنين. وده كانت محل اشاده مؤسسه دوليه انك انت وانت بتعمل اصلاح اقتصادي ولو في اعباء انت بتحاول توازن وتعمل حمايه اجتماعيه. صادر بالتعاون مع الامم المتحده اللي هو صادر مؤخرا، وعشان كده هم اشادوا بالجزئيه اللي احنا عملناها دي توسيع مظله الحمايه الاجتماعيه. طيب هنا عايزين نتكلم على محور مهم جدا بقى، وانت بتتكلم على انك تعمر سينا بالبشر، توفر فرص عماله، تزرع سينا. فهنا نتكلم على الميه، توفير مصادر الميه واستصلاح الاراضي الزراعيه. يمكن شفنا طبعا في محطه معالجه ميه بحر البقر وانه 500,000 فدان، شوفوا دي ترجمتها هيبقى عامل ازاي. مش بس ال 500,000 فدان، لكن في اراضي ثانيه تم توفير الميه ليها للاستصلاح. هتفضل دكتور صبحي. صحيح. يعني شوف حضرتك يعني عشان ما نزعجش برضو الساده المشاهدين، احنا بنتكلم ايضا على اكثر من ضعف اللي كان موجود من مساحات الارض المستصلحه. انت مركز جدا انك تستصلح الاراضي في سيناء، مركز جدا انك توفر تاني فرص عمل وانك تستغل كل الامكانيات الطبيعيه اللي موجوده في هذه المنطقه، سواء كان بالزراعه بموضوع الاستطلاح وموضوع تحليه الميه، لانه الرئيس اخذ قرار ان كل المحافظات بين قوسين الحدوديه لابد انها تعتمد على محطات تحليه البحر، محلات نعمل لهم محطات تحليه بحيث ان انت تقدر توفر حتى تكلفه نقل المياه ليهم، لانك عشان تستصلح 500,000 فدان او اكتر لا يمكن، لازم يبقى في ميه. صح. والميه لازم نتصرف فيها. حضرتك اتكلمت على محطه لا احنا معالجة. شغالين في المعالجه وفي التحليه. صحيح. ونحن يعني نستغل كل نقطه ميه عندنا. عندنا محطه معالجه مياه مصرف بحر البقر، ده اكبر محطه في العالم في موضوع جينس دلوقتي، هي اكبر محطه في العالم. فانت بتعمل مشروعات دلوقتي تليق فعلا بحلم التنميه الكبير اللي انت محتاج تعمله على مستوى قومي او على مستوى. وفي عندنا البحسمه. صحيح. لا المحطات كتير اتعمل اكتر من محطه 2 3 5 بس اكبرهم طبعا اكبرهم كانت محطه معالجه مصرف بحر البقر.
طيب احنا كده نعتبر خلصنا المحور الاولاني او بالنسبه طيب. والتاني كمان بالنسبه لمحاور التنميه الاستراتيجيه لسيناء. هنتجه دلوقتي لمحور لا يقل اهميه، التنميه العمرانيه. يمكن احنا شايفين القصه المتعلقه ان كل مواطن ليه حق انه يحصل على سكن كريم. برامج الاسكان الاجتماعي انا اسفه وتوفير وحدات سكنيه كان ليها برضو نصيب كبير الحقيقه في شمال ومدن القناه. طيب صحيح التنمية العمرانية بسيناء، اتفضل دكتور صبحي. صحيح، شوف حضرتك برضو وحدات الإسكان الاجتماعي، وده طبعا أيضا مشروع قومي على المستوى القومي كله. أنت بنتكلم على 48 ألف وحدة سكنية تم إنشائها في هذه المنطقة، 4300 منزل بدوي، ومنزل بدوي ده كمان كان عشان بيراعي الطبيعة وعشان بيراعي الحياة الثقافية والهوية اللي موجودة عند إخواننا اللي موجودين في سيناء. بيبقوا عايزين دايما حكاية المنازل البدوي، وده كانت فكرة رائعة تبنتها وزارة الإسكان إنها تعملها. إنما إحنا في مدن القناة بشكل أو بآخر بنعمل ست مدن جديده، بنتكلم على مدينه اسماعيليه الجديده، سلام المنطقه بشرق بورسعيد، ورفح الجديده، وبير العبد. خلي بال حضرتك ان رفح وبير العبد دول موجودين في شمال سيناء، ايضا في مدينتين من المدن انت بتعملها جديده موجوده ايضا في شمال سيناء. احنا عندنا حوالي ايه 23 مدينه جديده على مستوى الجمهوريه. ده صحيح. ده صحيح، احنا منهم سته موجودين في هذه المنطقة. ايضا موضوع العشوائيات والانجاز المبهر اللي بيتم في موضوع العشوائيات هتلاقي ايضا موجود في سيناء، بنتكلم على 54,000 تقريبا يعني تم الانتهاء من تنفيذها وحدة عشان تعالج موضوع العشوائيات. طيب الانفاق على قطاع الاسكان بقى كنا كام؟ كنا 12 مليار، بقينا حوالي 79 مليار جنيه. ده صحيح، وده ايضا تاني بس قطاع واحد احنا جايبينه عشان نوضح، احنا ما كانش ممكن نعمل ايضا الكلام ده من غير ما تبقى في تركيز جامد جدا وضخ اموال كبيره جدا في موضوع قطاع الاسكان والمرافق اللي بيتضمن بقى الوحدات السكنيه ويتضمن حتى المشروعات الصرف الصحي واشياء من هذا القبيل. انما انت لو حضرتك شايفه كده من 2010 بتتكلم على 12، بتتكلم دلوقتي على تقريبا 80، فيعني الفرق كبير لا جدا. لا مفيش مجال للمقارنه. عشان كده بنتكلم على طفره حقيقيه في موضوع التنميه. طيب مصر وازاي توسعت في انشاء المدن والوحدات السكنيه المتميزه واللي موجوده والمتنوعه واللي تكون في متناول كل فئات المجتمع، اتفضل. وده حضرتك انا برضو بنحاول نقول من الشكل ده ايه انه اللي تم ده في سينا هنا كده في سيناء ولا على مستوى الجمهوريه؟ لا ده على مستوى القومي. على مستوى القومي. الجزء اللي تم في سيناء ايضا متوافق مع الاطار العام او المشروع القومي اللي بيتم لموضوع الوحدات السكنيه وانشاء المدن الجديده. انت كنا بنتكلم في 160 مليار تكلفه مشروعات تم وجري تنفيذها في 21 مدينه قائمه. كويس، بنتكلم على 23 مدينه زي ما حضرتك اشرت من شويه. بنتكلم على 903 الف وحده سكنيه بيتم تنفيذها، بنتكلم على مليون وحده سكنيه. ده ايضا كان مشروع جبار. وحدات الاسكان الاجتماعي بتتكلم على نص مليون وحده تم تنفيذها، بتتكلم على حوالي 147 الف جاري تنفيذها، وهكذا مشروعات بقى زي سكن مصر. بس بص يا دكتور صبحي، يعني اللافت للنظر طبعا ان الكم الاكبر من الوحدات السكنيه في الاسكان الاجتماعي. ده صحيح. وبعد كده تنزل بقى سكن مصر، اسكان متميز، دار مصر. أكتر. انما النصيب الاكبر للمتوسط ومحدود الدخل تاني علشان فعلا تصحح الاختلالات اللي تمت في موضوع التنمية قبل كده. طب مش بس الجديد والمستقبل والوحدات السكنية، لكن كمان النظر للوضع اللي كان صعب جدا وكنا بنقول قنبلة موقوتة، المناطق العشوائية، المناطق الخطرة وغير الآمنة والمهددة للحياة، ازاي مصر برضو اشتغلت في الملف ده انتابع. ده على المستوى القومي أيضا. أيوة. وده مشروع طبعا واضح للجميع، يعني احنا احصائيا يعني عندنا حوالي 37، يعني بنتكلم حوالي تلت او اكبر من تلت مساحه مصر ده عمران غير مخطط. وايضا ده في حكايه العشوائيات، انما مش في العشوائيات الخطره اتعمل لده 318 مليار جنيه تقريبا لتطوير المناطق اللي هي غير المخططه. انما الاهم ان احنا شوفي كده حضرتك بنهايه 2021 ان شاء الله، بنهايه السنه دي يعني اوائل السنه الجايه، نكون مصر اتخلصت خالص من حكايه المناطق العشوائيه غير الامنه اللي هي كانت بتهدد مخاطر او بتهدد حياه الناس، دي خلاص انتهت من مصر تقريبا. يعني تقريبا لا فعلا هي شهور بسيطه تقريباً. والارقام الباقيه قليله جدا. صحيح. والمخطط بقى ان احنا ننتهي في 2030 من العشوائيه غير المخطط اللي هي غير المخططه، اللي هم تقريبا 30% من مساحه مصر، وهم عاده بيبقوا موجودين على اطراف المدن وفي القرى. احنا كان عندنا مشكله في الموضوع ده، تطوير المناطق العشوائيه بقى غير الامنه في 250 ألف وحدة اتعملت علشانهم في 317 منطقة، اللي منها بقى ممكن تتكلم على الأسمرات، ممكن تتكلم على لما نقلنا تل عقارب، كل المناطق اللي اتنقلت في القاهرة على المستوى وغيرها في كل المحافظات في الحقيقة، يعني زي ما شفنا قبل كده في سيناء.